بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة سنة أولى كمبيوتر برعاية موقع تعلموا. محدثكم إبراهيم عبد الحميد مصر. أرقام التليفونات 016-50-47-329 017-52-272. الإيميلات learnonline@gmail.com fhrogroup@yahoo.com. النهارده حلقة جديدة ومهمة جدا عن الانترنت اكسبلورر. انترنت اكسبلورر ده برنامج البراوزنج اللي بيجي مع الويندوز، اللي بيجي مع نسخة الويندوز اللي حضرتك بتحملها على الجهاز او اللي بتسطبها بتنزلها. يعني البرنامج اللي هو علامته الشهيرة علامة الاي ديت، طبعا الاصدارات الاحدث من الاصدار اللي انا هشرحه ده العلامة اتغيرت شوية، يعني حطوا لها شرطة صفرة كده. المهم يعني هي نفس رمز الاي، يعني ده المقصد. فاحنا هنشرح النهارده ان شاء الله برنامج انترنت اكسبلورر 6. هنشرح برنامج انترنت اكسبلورر 6، وانا مش هسمي الفيديو شرح برنامج انترنت اكسبلورر، هسميه شرح الانترنت اوبشنز، لان الانترنت اوبشنز اللي هي خاصيه من ضمن خواص الانترنت اكسبلورر، اهم خاصيه فيه على الاطلاق. خلاص، وبتديني امكانيات وحاجات جميله جدا، وهشرح مجموعة حاجات تانية في الانترنت اكسبلورر خارج الانترنت اكسبلورر اوبشن. خلاص، فهنسميه زي ما احنا قلنا كده. طبعا احنا نظامنا المعتاد بنحاول نمشي الاهم في المهم، الاهم في المهم. فالفيديو ده او شرح الانترنت اكسبلورر مش هينفع في فيديو واحد، محتاج فيديو اتنين وتلاتة. فاحنا هنشرح على قد ما نقدر منه، او على حسب ما الوقت يكفي منه ان شاء الله النهارده في تكسبور الانترنت اكسبلور. وحضرتك بعد كده هتلاقي انترنت اكسبلور شرح انترنت اكسبلور 2 و3 ويمكن 4 كمان. خلاص، فارجو الناس ما تضايقش لو انا سبت بعض الاجزاء او اجلتها لفيديوهات اخرى، لان الفيديو بيحكمني فيه الزمن، انا بيحكمني ان انا مش عايز ازود حجم الفيديو عن حجم معين، عشان ده هيعمل لي مشاكل في رفعه، او هيعمل لي مشاكل في اخراجه اصلا، او عمليه مونتاجته وعمليه اخراجه. فعشان نحل المشكله دي بنحاول نخلي الفيديو صغير شويه، او بنحاول نصغر الفيديو على قد ما نقدر. فعشان كده انا ما بين اكتر من عامل بيحكمني، فارجو الناس تعذرني على الموضوع ده. عايزين قبل ما نخش في الدكس برور، بس ردا على سؤال قد يكون مطروحا، هو ازاي اوصل الفيديوهات؟ يعني بقيه السلسله واحد وصل له فيديو ومش عارف يوصل الباقيين، ازاي يقدر يوصلها؟ ابسط طريقه انك تدخل على جوجل وتكتب سنه اولى كمبيوتر، تضغط انتر او تضغط على بحث بالماوس، هتطلع لك النتائج. اول 10 فيديوهات من سلسله سنه اولى كمبيوتر، موضوع مكتوب على اكتر من موقع. شوف انت الموقع اللي يعجبك او الموقع اللي انت مشترك فيه، المنتدى اللي انت مشترك فيه طبعا، وابدأ حمل من عليه فيديوهات الناقصه ليك. دي اول طريقه. خلاص، طبعا احنا اتعلمنا في فيديو من الفيديوهات ازاي نسجل على المنتديات. ممكن تخش على المنتدى يقول لك لا ما ينفعش تخش على الموضوع ده، او مش هوريك الموضوع كله، ده انا هحوش عنك اللينكات او اخبي عليك اللينكات، فيجب ان انت تسجل. طب احنا عرفنا ازاي بنسجل في المنتديات، فالموضوع سهل جدا. خلاص، دي اول طريقه لان احنا نوصل الفيديوهات سنه اولى كمبيوتر. تاني طريقه ان احنا نخش على موقع تعلمه www.t3 اللي هي 3lamo.com. انتر. الفيديوهات موجودة على موقع تعلمه. نبدأ نحمل بقى من الفيديوهات دي. نحمل ازاي؟ بان انا اضغط على اللينك ده، اللينك بقوم ضغط عليه، يقوم فاتح لي صفحه جديده اللي هي الايه، في صفحه على موقع الفورد شير، ابدا اعمل من عليها داونلود. تالت طريقه، على بس ما الصفحه بتاع الفورد شير تتفتح، هتلاقي فايل مع بعض او مع اغلب الفيديوهات مكتوب عليه ان كنت تريد تحميل المزيد. هتضغط عليه ضغطتين، هتلاقي ايميلي وموبايلاتي وكل حاجه، وبعدين هتقوم واخد اللينك ده اهو كده اهو، كوبي معلم عليه كله لحد الاخر، وبعدين عامل منه كوبي وقافل. وبعدين تروح انت تكسبلور،
وعامله بيست في الادريس بار، كليك يمين بيست وضغط على جو. هنا موقع تعلمه، نقفل. يبقى احنا قلنا كام طريقة؟ 3 طرق. الطريقة الأولانية تدور على جوجل، الطريقة التانية تخش على موقع تعلمه، الطريقة التالتة إنك تاخد اللينك كوبي وبيست من الفايل المكتوب عليه إن كنت تريد تحميل المزيد. خلاص، ده اللينك اللي احنا ضغطنا فيه على موقع تعلمه. هيظهر لك مقدمة سنولا كمبيوتر، أنت عايز تحمل المقدمة تضغط على داونلود. طب لو عايز تشوف الفيديوهات كلها بتاعت سنولا كمبيوتر، هتقف على سنولا كمبيوتر اللي تحت، تضغط كليك يمين وتقول له اوبن ان نيو ويندو، اوبن ان نيو ويندو، هتقوم ضاغط، هيقوم فاتح لك كل الفيديوهات بتاعت سنه اولى كمبيوتر لو انت ناقصك منها حاجه حمل. طب لو انت عايز تحمل سنه اولى كمبيوتر، هضغط من هنا على داونلود. ده اللينك اللي انا كنت عملت له بيست، هيفتح لي الصفحه الرئيسيه بتاعتي على الفورتشير، الصفحه الرئيسيه بتاعتي على الفورتشير. دي الصفحة الرئيسية بتاعتي اللي هي فيها المواضيع الرئيسية، إسلاميات وتعلم كمبيوتر وشبكات وسنة أولى كمبيوتر ولو كنت مهندس مدني ومخصوص ومنوعات. أنت مالكش دعوة بدول كلهم، ليك بسنة أولى كمبيوتر. خلاص، خش على سنة أولى كمبيوتر. لو عايز تحمل حاجة تانية اتفضل حمل، مفيش مشكلة. بس أنا قصدي إيه؟ إن إحنا ملناش علاقة دلوقتي غير بالفيديوهات اللي إحنا بنقول عليها. خلاص، دي الفيديوهات بتاعت سنة أولى كمبيوتر. أي فيديو منهم عايز تحمله، علامة الداونلود على اليمين أهي، دي علامة الداونلود. بضغط على علامة الداونلود بيفتح لي صفحة جديدة، دي الصفحة اللي احنا متعودين عليها، بضغط فيها على داونلود. شفت؟ دي نفس الفكرة. لما انا ضغطت من هنا من الصفحة دي، ضغطت على سنولة الكمبيوتر ده، فتح لي الصفحة الرئيسية برضك بتاع سنولة الكمبيوتر، هي نفس الفكرة. خلاص، هنا يفتح لي صفحة زي ديت، اقوم ضغط برضك على داونلود. لما بضغط على داونلود بيقعد يعد لي، بيجي لي عداد وقت كده، عداد زمن، بيحسب لي كام ثانية. خلاص، يبقى احنا عرفنا ان احنا نعمل داونلود من هنا ونضغط على كلمة داونلود من هنا، هيقعد يعد في الثواني 5 4 لحد ما يخلص. اقوم ضاغط على اللينك اللي ظهر قدامي، اللينك ده اقوم ضاغط عليه، خلاص كده ابدأ احمل واعمل داونلود عادي جدا. خلاص، طبعا انا مش هعمل داونلود اهو، لو قلت له بدء التحميل هيبدأ يحمل، طبعا اقول له لغاية التحميل عادي جدا مفيهاش مشكلة. كذلك هنا، ولو عايز اعمل داونلود بضغط على ده، لو عايز اروح سنه اولى كمبيوتر بضغط على ده وبفتحه ان نيو ويندو. لو قلت له اوبن هيفتح لي في نفس الصفحه ديت، لو قلت له اوبن ان نيو ويندو هيسيب الصفحه ديت او الويندو ديت زي ما هي ويفتح في صفحه جديده، هي دي الفكره. يبقى احنا دلوقتي عرفنا 3 طرق اسهل من بعض للوصول لسنه اولى كمبيوتر او للفيديوهات الجديده. ما الفيديوهات سنه اولى كمبيوتر زي ما قلنا سيستم ممتده ومستمر، فعشان نحل الموضوع ده هنتكلم فيه دلوقتي بحيث ما نتكلمش فيه بعد كده خالص. ان اللي عايز فيديوهات يدور على جوجل او يخش على يتعلمه او يخش على الحساب الرئيسي بتاعي ويدون ويحمل اللي هو عايزه. نرجع بقى لموضوع انترنت اكسبلورر. لو دخلنا انترنت اكسبلورر، انا بشرح برنامج انترنت اكسبلورر اصدار فيرجن 6، الاصدار 6. خلاص، الاصدار 6 ده اصدار الرئيسي اللي كان بيجي مع نسخه الويندوز اللي اول ما ظهرت مع الاكس بي، يعني كان بيجي 5 وبعدين بقى 6. فالاصدار 6 فيه مميزات كتير قوي ويسد فيه ثغرات كتير. 7 فيه حاجات كويسه وفي اوبشنز اضيفت او فيتشرز اضيفت ممتازه، مميزات وخطوات وامكانيات ما كانتش موجوده. 8 بعد كده و9 وهيتنيهم يصدروا اصدارات جدا من تاتكس فور، كل مدى بيسدوا الثغرات والعيوب اللي كانت فيه وفي نفس الوقت بيطوروا من امكانياته. اهم حاجه ان هو يبقى سريع الجهاز بتاعك، يعني بغض النظر عن اي تاتكس فور، المهم بس يبقى سريع الجهاز بتاعك، ما يبقاش متقل الجهاز قوي عشان ما يتعبكش ويخلي النت بالنسبه لك ممل. فانت لو عايز تعرف الاصدار اللي عندك ايه، هنقوم داخلين على هيل وبعدين اباوت تاتكس فور، هتلاقي او فيرجن 6. ببص الاول رقم بس 0.2007، دي ارقام تانية بس انا يهمني الاولاني بس، فيرجن 6. خلاص، ما انت كده عرفت الاصدار اللي عندك ايه. حلو، الاصدارات 6 و7 و8 و9 بينهم حاجات مشتركه، يعني في حاجات مشتركه فيهم كلهم، الخواص الاساسيه مشتركه وفي اختلافات.
احنا هنشرح ستة اللي هو الاصل بتاعهم، ولما نيجي نشرح سبعة هنشرح الاختلافات، ولما نيجي نشرح تمانية نشرح الاختلافات، ولما نيجي نشرح تسعة نشرح الاختلافات، بحيث نسهل على نفسنا. انما ستة هو الاصل، فانا لازم نشرح الفيرجن الاصلي او الفيرجن الرئيسي بتفصيل شوية، او ياخد منها وقت شوية، وفي نفس الوقت لما نيجي نشرح الاختلافات لا الموضوع سهل جدا، بل قد يكون لا يحتاج الى شرح. خلاص دلوقتي انا مثلا عايزين ناخد اول حاجة اللي هي قائمة فايل. لو انا ضغطت على قائمة فايل الاقي فيها اوبشنز كتير قوي، اهم واحدة فيهم سيف اس، اهم واحدة فيهم او اكتر واحدة فيهم ده ممكن تستخدمها سيف اس. نيو ديت يعني يفتح صفحة جديدة، اوبن يعني تدي له عنوان صفحة، ضغطنا على اوبن هيقول لك اديني اللينك بتاعها، تعمل له بيست اللينك بتاعها اهو كده، يفتح العنوان بتاعي او الصفحة الرئيسية بتاعتي على الفورد شير. اديت ويز مايكروسوفت اوفيس اكسل، هيوديها لبرنامج الاكسل، يعني هياخد الصفحه دي يحطها في قلب برنامج الاكسل سيف اس. بعدين بيجي سيت اب انك تظبط اعدادات الصفحه، برنت لو انت عايز تطبعها، برنت فيو بريفيو لو انت عايز تتفرج على الصفحه لو طبعت هيبقى شكلها ايه. خلاص وبعد كده شويه اوبشنز تانية هنبقى نتعرض لها مستقبلا ان شاء الله. اهم اوبشن عايز اركز عليها سيف اس، اللي هي ايه بقى؟ لو انا دلوقتي داخل على النت وفي موضوع مهم انا عايز احفظه، يعني مثلا ضغطت على موضوع الانترنت، لا ندخل على موضوع الانترنت وضغطت على الويكيبيديا، عجبني اوي موضوع الانترنت ده لدرجة ان انا قلت انا عايز احتفظ بالصفحة دي زي ما هي كده، احفظها صفحة نت وتكون عندي على طول، يعني تكون عندي على الجهاز سواء عندي نت ما عنديش نت اقعد اقراها، دي حاجة، أو أنقلها لواحد صاحبي أو أحطها على فلاشة وأستخدمها في إن أنا أعمل بحث مثلا عن موضوع الإنترنت، أي حاجة من الحاجات دي. فأنا بعوز أحفظ الصفحة ديت زي ما هنشوف دلوقتي عن طريق الأوبشن بتاع السيف إس. لما الصفحة هتفتح طبعا ستوب، ده لو الصفحه لقيتها بطيئه شويه بقول له ستوب يعني ما عدتش تحمل، وبعدين اقول له ريفرش يعني حمل من اول وجديد، ستوب يعني ما عدتش تحمل وريفرش يعني حمل من اول وجديد، نعنش الصفحه بحيث انك يعني لو الصفحه حصل فيها اي تغييرات وانت قاعد على النت لو عملت ريفرش التغييرات دي تتضاف لك على الصفحه، دي حاجه. تاني حاجه لو الصفحه كانت تقيله او مش شغاله معاك كويس اعمل لها ريفرش، اعمل ستوب وبعدين ريفرش عشان الصفحه تفتح بسرعه. فانا عجبني الموضوع بتاع الانترنت اكسبلور ده قوي، ولقيت فيه حاجات جميله ومعلومات قيمه جدا لدرجه ان انا قلت انا عايز احتفظ بالمعلومات دي على الجهاز بتاعي بحيث اقدر اتصفحها في اي وقت انا عايزه. فاقوم داخل على فايل، دايس على سيف اس، اقوم حافظها على الديسكتوب مثلا. خلاص من هنا سيف اس تايب، انا هسيبها زي ما هي. هو انا عندي اكتر من تايب، عندي ويب ارشيف وويب بيج وتكست فايل، طبعا هسيبها ايه ويب بيج. الحل التاني لو انا عايز اصغرها قوي اخرها مساحتها قليله قوي ممكن اختار تكست فايل، تكست فايل هنجرب الاثنين. فالحاجه الاولانيه ويب بيج كومبليت كويس اللي هي الديفولت بتاعتنا او الافتراضي بتاعنا، هندوس على سيف هتبدا تتسيف وتتحط عندي على الديسكتوب. لو رجعنا نبص عليها اهي، دي الصفحه كامله مكمله، هو كاتب لك اصلا كومبليت يعني مش محتاجه نت اصلا، تضغط عليها كانك قاعد على النت، مش كانك قاعد على النت، تضغط عليها مسيفه لك زي ما انت كنت قاعد على النت، زي ما انت كنت قاعد على النت. انما الصفحه ديت بعد كده قد يحدث فيها تعديلات، التعديلات بقى مش هتظهر لك من هنا، لازم أن تخش عليها من هنا من على النت نفسه عشان التعديلات دي تحصل. انما الصفحه اللي انت سيفتها او الشكل اللي عجبك وده هو اللي سيف، لو الشكل ده اتغير خلاص يبقى لازم أن ترجع تسيفها من اول وجديد. طبعا الشكل ده غالبا بيقعد فتره طويله يعني وما بتغيرش ولا حاجه، بس احنا بنقول عشان لو لقيت الموضوع ده ما تتفاجئش. تاني حاجه في الفايل سيف اس، اضغط على سيف اس، انا عايز احفظها في اقل مساحه ممكنه بس وما يهمنيش الشكل خالص، فانا هقول له كده تكست فايل، هيحفظها في تكست فايل زي بتاع سنه اولى كمبيوتر ده اللي هو نوت باد يعني. فضغطت عليه هيحفظها بس مش هيبقى لها شكل، هتبقى كلام بس. لو ضغطت شوف
طبعا والكلام داخل في بعضه وبتاع، بس قد يكون ده مفيد بالنسبه لبعض الناس، ان هو عايز معلومه معينه من قلب الصفحه ومش عايز كل المعلومات اللي في قلب الصفحه، وعايز يحفظها في اقل مساحه ممكنه. بس في حل كمان لسهوله الوصول للصفحه، ان انا احفظ اللينك، اعمل اللينك ده او اعمل كوبي نضغط عليه بحيث ان كله يبقى ازرق، لازم كله يبقى ازرق، واعمل هنا كليك يمين وبعدين نيو، بقول له نيو تكست دوكيومنت ده اهي، واقول له مثلا الانترنت، يبقى انا عرفت ان جوه البتاع ديت لينك او لينكات عن الانترنت، واعمل هنا ايه بيست. يبقى انا حفظت اللينك ده مدى الحياة، لما اجي اقفل هيقول لي سيف، اقول له يس سيفها. يبقى انا لو قفلت النت خالص دلوقتي ورجعت فتحته تاني وعايز ارجع لصفحة الانترنت على طول من غير ما اكون ضايفها في المفضلة ولا حاجة، هقوم داخل ضاغط على ده بحيث ان هو مش سايف كله، مش راضي سايف كله، هاجي او واخده من اول للاخر سحبه كوبي، واقوم عامل هنا بيست، اقوم داخل على صفحة النت على طول. ده لو الصفحة دي بالنسبة لي مهمة وبحتاجها كل شوية، فايه بحفظ اللينك في قلب تكست دوكيومنت. لو مهمة برضك ممكن نحفظها زي ما قلنا في الفيفوريتس، في الفيفوريتس اتو قلنا لو انا عايز اضيفها على الفيفوريت بضغط على فيفوريت وبعدين اد تو فيفوريتس، انترنت ويكيبيديا هتسيفه بالاسم ده ولا عايز تسيفه باسم تاني، هقول له لا كفايه ويكيبيديا واحذف لي الجزء ده، فبعلم عليه وبضغط ديليت، بيقوم طاير الجزء ده، بضغط ديليت مع الكيبورد طبعا واقول له اوكي، كده بقى سيف عندي، بقى اتحط عندي في الفيفوريت، بقدر ارجع له. الاسهل بالنسبه لك او الافضل احفظه او ايه التعامل بيه بعد كده. كويس هنقفل ده كمان. يبقى كده خلصنا الحاجه اللي احنا كنا عايزين نقولها في فايل. بعد كده في ايديت، ايديت فيها خاصيه السيلكت اول اللي هي كنترول ايه اللي احنا عارفينها، ان انا بعلم على كل محتويات الصفحه واخد منها كوبي واروح اعمل لها بيست في اي حته انا عايزها. الحاجه التانية فايند اون ذيس بيج، لو انا عايز ادور على كلمه معينه في الصفحه دي، لو انا عايز ادور على كلمه معينه في الصفحه دي بقول فايند اون this page اللي هي كنترول اف، لو انا عايز الاختصار بتاعها كنترول اف، اقول له مثلا انا عايز ادور على كلمه الانترنت في الصفحه دي، فهو طول ما بيلاقي كلمه الانترنت هيقول لي ايه، هيعلمني عليها. هنشوف كده، بص قلنا له فايند تكست اهي، علمني على كلمه الانترنت اهو، لو دخلنا ضغطه كمان ادي الانترنت كمان اهي بيعلمني عليها بلازم، الانترنت كمان اي كلمه انترنت، وبتاني ينزل بقى بالصفحه لو انا عايز اشوف الانترنت مذكوره كم مره في الصفحه، او الانترنت في موضوع تاني غير الانترنت متعلق بيه، انا عايز ابحث مثلا عن كلمه معينه في قلب الصفحه، ببحث عنها بالطريقه دي، بيسهل عليا البحث جدا خاصه لو كانت محتويات الصفحه كتير. بعد كده فيو، فيو التول بارز اظن طبعا قلناهم في الفيديو بتاعهم، الستيوس بار اللي هو بيظهر تحت ده، بعلم صاحب يظهر، بعلم بشيل الصاحب ما بيظهرش، اكسبلور، جو تو اللي هو ممكن اضغط على باك او اجيب الهوم بيج، او الجو تو ممكن ارجع باك لصفحة معينة، يبقى انا كده هرجع للصفحة اللي انا كنت فيها قبل كده، باك يعني ارجع للصفحة اللي انا كنت فيها قبل كده، فورورد يعني اطلع للصفحه اللي انا كنت طلعت لها قبل كده. خلاص يبقى ده من فيو، جو تو باك او ايه او هوم بيج، ممكن اروح للصفحه الرئيسيه بتاعتي اللي هي ايه الهوم بيج بتاعتي اللي هي اللي هي جوجل. هنلاقي في زرار فوق زرار الاند في الكيبورد اسمه هوم، لو انا عايز اروح لجوجل في اي وقت او للصفحه الرئيسيه بتاعتي ايا ما كانت، ممكن ناس كتير ما تعملهاش جوجل، فاضغط على الت هوم هيرجع لي ايه لجوجل. خلاص لو انا مش عايز اظهر ده، طبعا الشيء ده ممكن يكون رايح من عند بعض الناس، قلنا بنجيبه ازاي اللي هو تول بارز هو اسمه الستاندر بوتوم، كده يبقى راح من عندي. طب انا عايز اظهره، فيو تول بارز ستاندر بوتوم، يقوم ظهر. خلاص يبقى دي جو تو والحاجات اللي قدامه دي، ستوب اللي هي اسكيب يعني الصفحه وهي بتحمل لسه ما اتحملتش لسه ما كملتش قدامي، اقول له لا وقف. ريفريش اللي هي اف 5 طبعا، ستوب اللي هو زرار اسكيب اللي احنا عارفينه وشرحناه في الفيديو بتاع يعني ايه كيبورد، ريفريش
الواقف في خمسة اللي هو ايه؟ اعد تحميل الصفحة، اعد تحميل الصفحة من اول وجديد، انك تبدأ من اول تاني. خلاص. تكست سايز، التكست سايز ده اللي هو شكل الكلام اللي في الصفحة. لو جبنا مثلا الجزيرة، ده موقع الجزيرة، انا لقيت الخط اللي مكتوب بيه موقع الجزيرة خط صغير، فعايز اكبر الخط ده، بس ما انصحش بالطريقة دي، ان الطريقة ديت يعني الانترنت اكسبلور مش بيتعود عليها، يعني بيعملها كتير، فبتلخبط لك شكل الصفحة وبتغير لك شكل الكلام اللي انت بتعود عليه. المهم لو احتجت في بعض الاحيان لقيت الفيديو، قصدي لقيت الصفحة اللي قدامك ديت فيها مشكلة، الصفحة اللي قدامك ديت فيها مشكلة، هتقوم ضاغط على فيو فيها مشكلة، انت خطها صغير يعني، وبعدين تكست سايز، وبعدين تقول له لارجست يعني اكبر حاجة، هيكبر لك الخط سن. طبعا هو مش ظاهر قوي هنا ان الجزيرة، بلاش الجزيرة، خلينا مثلا مصر اليوم، على الله يظهر فيه. بعد التكست فايل في حاجة اسمها الفول سكرين اللي هي اف 11، لان الصفحة قدامي انا مش عايز الحاجات اللي فوق دي كلها، انا عايز الصفحة الكلام اللي في قلبها، فاضغط على اف 11 او الفول سكرين ده، هتشوف ايه اللي هيحصل في الصفحة، كل الحاجات طارت، ما فضلش غير ايه، غير الستاندر بوتونز والقفل وتكبير وتصغير الصفحة. من هنا اقدر ارجع اصغر الصفحة تاني، ريستور، ترجع الصفحة لوضعها الطبيعي. اف 11 هنرجع يجيب لي فول سكرين، يعني الكلام يملى الصفحة كلها وما يبقاش فاضل غير الحتة اللي فوق دي بس، عشان تساعدني في تصفح الصفحة، وبعدين اقوم قافل او اقوم مصغر تاني زي ما شفنا. خلاص. طبعا مصر اليوم ما جاش، this page can not be displayed، فانا اعمله ريفرش تقوم الصفحه متحمله تاني. ممكن يكون النت قطع لمده لحظه ولا حاجه في الصفحه وهي بتتحمل، ما ينفعش تتحمل. نقفل موقع الجزيره كده، احنا خلصنا فيو. الفيفوريت عرفنا بنضيف اي موقع في الفيفوريت ازاي. يمكن في مشكلة في موقع مصر اليوم. نروح على أخبار جوجل ونريح دماغنا. أدي أخبار جوجل، فكان خط صغير أقول فيو لارجست، الخط كبر زي ما حضراتكم لاحظتوا، وأرجع تاني أصغره للميديوم أو الـ، هو طبعا في 5 أحجام، لارجست ولارجر وميديوم. هو الميديوم أفضل حاجة، الميديوم أفضل حاجة. خلاص. بس لو احتجت اغيره من ايه، تكست ايه فايل، من تكست سايز، مع اني ما انصحش بالطريقه دي. بعد كده الفيفورتس، قلنا اضيف اي صفحه ازاي للفيفورت، افتح الصفحه وبعدين نقول اد تو فيفورت، ضيف للصفحه دي، اقول له اوكي. دي حاجه. طب فرضنا ان في عنوان معين او حاجه معينه عجبتني، افتح اي صفحات كده مؤقتا، اهو الصفحه اللي قدامي دي عايز اقول له اد تو فيفورت. هنفترض ان الاهلي يواجه المقاولين والزمالك امام مصر، يبقى هنقول له اد تو فيفورت وهنضيفها في صفحه الرياضه. هنقول له الاول نعمل اورجنايز للفيفورت، وبعدين نعمل كرييت فولدر، نسمي الفولدر ده الرياضه، نحط فيه الرياضه ونقفل كلوز، وبعدين نقول له اد تو فيفورت، وبعدين نقول له كرييت ان ونعلم على الرياضة، وبعدين اوكي. لما هيتضاف هيتضاف ايه في قلب الرياضة، الصفحة دي. لو رجعنا لجوجل وحبينا نفتح الصفحة بتاع اللي احنا فتحناها دي تاني، فيفوريت الرياضة هتقوم مفتوحة على طول. خلاص. اظن كده احنا استعرضنا حاجات كويسة جدا في الفيفوريت والاد فيفوريت. لو ما احب افتح اي موقع من دول، قلنا بيقوم ايه ضاغط عليه، بس مجرد ضغطة بيقوم فاتح لي الموقع بسهولة جدا. دي حاجة. نخش بقى على مربط الفرس في الفيديو بتاعنا، وهو الانترنت اوبشنز. الانترنت اوبشنز لو ضغطنا هنا هنلاقي الانترنت اوبشنز اخر خيار في التولز، اخر خيار. ادي الانترنت اوبشنز. انترنت اوبشنز في قدامك مجموعة تابات كتير قوي، مش هنشرحها كلها، يعني احنا هنشرح اللي ربنا قدرنا عليها ونشرح الحاجات الاساسية، وبعد كده نبقى نشرح الباقي. لو انا عايز مثلا موقع ياهو يبقى الهوم بيج بتاعتي، عندي اكتر من طريقه.
اول طريقه ان انا افتح انترنت اوبشنز كده، واقوم كاتب دبليو دبليو في الحته اللي هي فيها الادريس دي، الحته اللي فيها الادريس دي بعلم فيها، واقوم كاتب دبليو 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 دوت ياهو دوت سي او ام اللي هي كوم، خلاص، واقول له ابلاي كده بقى موقع ياهو هو الهوم بيج بتاعتي، اقول له اوكي. لو ضغطت على الهوم بيج بدل ما كان بيفتح لي جوجل هيفتح لي ياهو. دي حاجة كويس. الطريقة التانية، لو أنا عايز أرجع جوجل، أقوم فاتح جوجل نفسه. جوجل كاتب لك اجعل جوجل صفحات الرئيسية، لو ضغطت على دي قلت له أوكي أو يس، هيقوم يحول لك لوحده جوجل صفحة رئيسية. دي كمان طريقة ان الموقع يديني خاصية، يقول لك اجعلني صفحتك الرئيسية او اضفني الى المفضلة، يبقى هيضيفك في بدل المفضلة بدل ما اضغط على فيفورتس واد تو فيفورتس. خلاص، يبقى في خواص، في لينكات في قلب الصفحة ممكن تعبر عن خاصية من قلب خواص من خواص داتا اكسبلورر. فانا جبت جوجل ده، فاقوم جايب تولز، دي الطريقة التانية، انت اديت اوبشنز، اقول له يوز كارنت. يوز كارنت يعني استخدم الموقع اللي انا فاتحه حالا اللي هو جوجل اللي قدامي كصفحه رئيسيه، فاقول لي جوجل دوت جوجل دوت كوم دوت اي جي، يعني جوجل مصر انت عايزه يبقى الصفحه الرئيسيه بتاعتك، اقول له ابلاي. كده بقى جوجل مصر والصفحه الرئيسيه بتاعتي، خلاص. يوز بلانك يعني ايه؟ يوز بلانك يعني خلي لي الصفحه الرئيسيه بتاعتي صفحه فاضيه، صفحه بيضاء. فانا لو عملت كده ابلاي اوكي، هجيب لي صفحه بيضاء هي الصفحه الرئيسيه بتاعتي. نيجي الانترنت، انترنت اوبشنز، ونرجع نكتب او نجيب جوجل احسن من هنا، www دوت، طبعا انا بكتب جي او او جي ال اي دوت سي او ام، واضغط على انتر. كده فتح لي جوجل، كويس. طب في طريقة تانية بقى، ان انا اكتب جي او او جي ال اي كنترول مع الاستمرار وانتر. كنترول مع الاستمرار وانتر ديت بتخلي الكلمه اللي انا كتبتها جوجل او ياهو او اسلام واي اكتبها، وبيخلي قبلها اكتب دبليو 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 وبعدها اكتب كوم. يعني كنترول وانتر مظبطه على الحكايه دي. يعني انا مثلا عايز افتح موقع اسلام واي في خطوه واحده، هكتب اسلام واي، خلاص، بس اسلام واي دوت نت، واعمل كنترول انتر ونشوف في اسلام واي دوت كوم ولا لا. لا ده دوت كوم، انا كنت فاكره دوت نت. اسلام واي دوت كوم، خلاص، فتح الموقع اسلام واي في ثانيه واحده. كتبت اسلام واي وبعدين ايه دبليو 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 ودوت كوم، هو بيكتبهم لوحده. ديت خاصيه مهمه ومفيده. فانا ارجع اكتب جي او او جي ال اي كنترول مع الاستمرار وانتر ضغطه واحده، هيفتح لي جوجل، هقول له تولز انترنت اوبشنز يوز كارنت ابلاي، خلاص. تاني خاصية او تاني اوبشن هناخدها هنا، ديليت كوكيز. ايه هي ملفات الكوكيز او ايه هي كوكيز؟ الكوكيز ديت عبارة عن ملفات صغيرة اوي في المساحة بعض المواقع بتستخدمها عشان تتعرف على شخصيتك. يعني انا مثلا اسمي على المنتديات والايميلات اسمي ليرن اونلاين 1، كويس. اول ما بخش على المنتدى، المنتدى بيعرفني على طول. ازاي؟ لان انا بسمح للمنتدى، هتلاقي كده وانت بتسجل في المنتديات خاصية اسمها تذكرني، دايما انا الخاصيه ديت في المنتديات وفي الايميلات وفي حاجات كتير قوي، ريممبر مي او تذكرني على هذا الجهاز، فانا اعلم عليها صح. يبقى لما ارجع للمنتدى ما عوزش ادخل اليوزر نيم والباسورد تاني، خلاص. ازاي بقى المنتدى عرفني؟ بملفات الكوكيز دي. نزل ملف كوكيز صغير قوي عندك على الجهاز، خلاص، نزله عندك على الجهاز. ملفات الكوكيز دي بتضايق بعض الناس، لان ممكن ملفات الكوكيز دي ينزل معاها ملفات مضره، او ممكن يكون فيروسات، وممكن ينزل ملفات مضره او ملفات غير مفضله بالنسبه للجهاز. المهم في بعض الناس بتضايق منها، فبتحتاج ان هي تمسح ديليت كوكيز. انما انت ممكن ما تمسحهاش، كل ما تدخل على المنتدى هتخش على المنتدى مره واحده بس، بعد كده على طول المنتدى هيعرفك ومش هيقول لك دخل لي اليوزر نيم والباسورد، هتلاقي المنتدى عارفك من غير ما تكتب اي حاجه. دي حاجه. يبقى كده فهمنا يعني ايه كوكيز. حب ملفات المنتدى او الموقع بيتعرف على شخصي من خلاله، لان الموقع ده بيدخل عليه الاف الاشخاص، فهو عايز يعرف انت مين.
مين اللي قاعد على الجهاز. فانت عرفك منين؟ من جهازك، ان الجهاز ده هو الجهاز الشخصي بتاعك اللي انت بتقعد عليه. لكن لو رحت قعدت على جهاز واحد صاحبك، اكيد طبعا الموقع او المنتدى مش هيعرف خلاص. تاني حاجة ديليت فايلز. ديليت فايلز هنا يعني ديليت تمبوراري فايلز. يعني ايه تمبوراري فايلز؟ يعني اهي اللي مكتوبه هنا ديليت انترنت، قصدي تمبوراري انترنت فايلز، يعني بعض ملفات الانترنت المؤقتة. وانا بتصفح اي موقع بينزل جزء من مادة هذا الموقع او جزء من ملفاته على الجهاز بتاعي. ليه؟ النظام الويندوز عامل الحكاية دي عشان الحكاية دي بتسرع او تصفح المواقع. يعني لو انت بتصفح موقع تقيل لاول مرة هتلاقي الصفحة بتحمل ببطء، لو صفحته بعد كده هتلاقي الموقع بيتحمل اسرع. ايه هو ايه اللي حصل؟ ان بعض الملفات اتخزنت على الجهاز بتاعك، فلما اتخزنت الجهاز ما احتاجش يحملها تاني، فلاقاها موجودة جاهزة فما حملهاش، فده سرع عملية الايه، عملية نت. يعني مثلا هو عشان الصفحة تفتح محتاج ان هو يحمل 100 حاجة. انت وانت بتحمل الصفحة تلاقي ده بيقول لك عدد الحاجات اللي هو بيحملها، يقول لك فاضل 20 تسعة، فاضل 20 19 18، كل شوية يقعد يقول لك ايه فاضل قد كده، ده لو الحاجات اللي جوه الصفحة كتير قوي. المهم، فانت لما بتقول له ديليت فايلز بتقول له امسح الملفات اللي موجودة اللي نزلتها انا من كل المواقع خلاص. قد يكون في هذه لو دخلت على بعض المواقع المشبوهه بينزل مع الديليت، مع التمبوراري انترنت فايلز دي، ممكن جدا ينزل معاها فيروسات او ينزل معاها ملفات مضره او ينزل معاها ديدان او ينزل معاها احصنه رواده تروجنز، ممكن ينزل معاها اي حاجه خلاص. فهي حاجه كويسه ووحشه. يعني هي ايه؟ حاجه مفيده لو انت بتتعامل مع مواقع موثوق بيها، لو انت بتتعامل مع مواقع مشتبه فيها او مواقع مش كويسه او القائمين عليها مش عارفين يصونوا الموقع ويحموه، ده الموضوع بيبقى مش كويس. يبقى ده ديليت فايلز بقول له احذف هذه الملفات، ديليت كوكيز بقول له احذف هذه الملفات اللي هي ملفات الكوكيز. كلير هيستوري يعني احذف ذاكرة تاريخي، تاريخ جلوسي على الجهاز. انا لو ضغطت على العلامة بتاعت هيستوري ديت هلاقي ده تاريخ جلوسي على الجهاز، ده تاريخ جلوسي على الجهاز، المواقع اللي انا زرتها والحاجات اللي انا عملتها كلها معمولة هنا خلاص. اي صفحه بعوز افتحها تاني، انا كنت على برامج نت، لو ضغطت كده هيقوم جايب لي الاي ام في فايا فويس، البرنامج اللي انا كنت منزله من على برامج نت خلاص. انا كنت مش شويه من على المصر، على المصر اليوم، هلاقي المصر اليوم موجودين اهو، ادي المصر اليوم خلاص. تمام، اقفل الهيستوري. لو انا عايز احذف الهيستوري ده حذف، يعني احذفه بحيث ان الملفات دي ما حدش عارف يوصل لها، يعني اللي يقعد على الجهاز بعدي ما يعرفش انا عملت ايه. ما هو لو واحد قاعد على الجهاز بتاعتك وجاب الهيستوري دي هيعرف انت عملت ايه، فانت مش عايز حد يعرف انت عملت ايه. هتضغط انك كليك يمين وتقول له ديليت، هيتمسح اللي انت عملته توداي. بعد ممكن تلاقي لاست ويك، وممكن تلاقي سارس داي، وممكن تلاقي الايام الاسبوع، يعني بتبقى موجوده هنا مكان توداي كده او مع توداي، اللي بتلاقيهم مرصوصين هنا كده. فانت ممكن تضغط على واحد واحد منهم وتقول له ديليت. دي حاجه. تاني حاجة ممكن تيجي هنا ده اوبشن وتقول له كلير هيستوري، بس كلير هيستوري بياخد الملفات دي من جذورها، يعني بيمسح حاجات كتير قوي. انما الحركة التانية اللي انا بقول عليها بتاعت ديليت بس دي بتمسح الايه، اللينكات او اللينكات المواقع اللي انت عملتها. فانا افضل لك انك لما تقول له هيستوري تقول له ديليت من هنا بس، او ديليت الحاجات اللي انت عملتها توداي وخلاص. ده الانترنت اوبشنز. نجيب الكلير هيستوري تاني. فكده زي ما احنا قلنا بيمسح حاجات كتير قوي، يعني بيمسح ملفات كتير قوي، يعني بيمسح ذاكرة الجهاز تقريبا تمام. انما الديليت ده الدوكه بيمسح اللينكات بس. لو لاحظنا هنلاقي مكتوب جنبه 10 ايام، يعني كده كده المواقع اللي انت دخلت عليها بتتمسح كل 10 ايام خلاص. ده كلير هيست، بيتعمل لها كليرنج كل 10 ايام. دايز تو كيب بيجز ان هيستوري يعني الايام، يعني 10 ايام هي عدد الايام اللي بتتنيك حافظ الملفات على الجهاز بتاعك. بعد كده الجهاز بيحذفه تلقائي. بعد كده هنشوف حاجه اسمها كلرز. احنا طبعا عاملين الكلرز ديت اللي هي الايه، الافتراضي، انا سايبه افتراضي، اللي هو ايه، لما اخش على موقع علمني عليه، لما اخش على موقع فيزيتد انا زرت الموقع ده قبل كده النهارده، علمني عليه باللون ده. لو هو انفيزيتد سيبه ازرق. لو لاحظنا هتلاقي جوجل بيعمل لك اللينكات زرقاء، يعني مثلا كتبت المصري اليوم
هلاقي جوجل عامل لي كل اللينكات لمصر اليوم، او كل اللينكات فيها لمصر اليوم زرقاء ازرق ازرق ازرق، ما عدا ده بنفسجي. ليه بنفسجي؟ لان انا زرته، لان انا دخلت عليه النهارده. فده معنى موضوع الالوان. خلاص، ما عايز تغير في الالوان دي غير، بس ما حبش ان انت تغير. الفونتات يعني الفونت اللي هو مستخدمه في عرض الحاجات دي، ده هو الفونت اللي احنا بنستخدمه. ممكن تختار الفونتات من هنا، تغير الفونت اللي انت عايزه وتجيبه وتضغط عليه وتقول له اوكي، يبقى انت هتغير الفونت. بيعرض لك بريفيو ليه هنا، بيعرض لك شكله هنا وشكله هنا. ده لو انت اخترت حاجة تانية من هنا، لو اخترت ديت مكان دي او دي مكان دي، او لو اخترت اي فونت تاني بيختار لك الفونت. طبعا انا مش هغير في الحاجات دي. خلاص، نسيبنا من لانجويج والاكسسبيلتي، نخش في السكيورتي. انت عندك 3 حاجات من المواقع: الانترنت واللوكال انترنت والتراستد سايتس والريستريكتد سايتس. الانترنت ده انك بتصفح موقع الانترنت بشكل عادي، اللي هو بالحمايه العاديه، يعني انت مش عايز ايه، لا حمايه قويه قوي بحيث ان هي تمنع عنك. طبعا الحمايه القويه قوي تمنع عنك تزور مواقع كتير، وقد يكون موثوق بيها وقد تكون كويسه وكل حاجه، بس الانترنت اكسبلورر، البراوزر بتاعك، المستعرض بتاعك ومتصفح الانترنت ده ما قدرش يتعامل معاه، او شايف ان هي فيها مشكله، ف بيمنع عنك زياده مواقع كتير. ممكن انت هنا تيجي تعمل له حاجه اسمها ان انا عايز ازور تراستد سايتس. يعني ايه تراستد سايتس؟ يعني موقع موثوق به. فانا اجي هنا اهو، اضغط على تراستد، واقول له على تراستد سايتس ديت، اقول له سايتس، واكتب له هنا الزون، واكتب له هنا اد ايه سايت، ماشي، اسمي الزون اي حاجه مثلا، ده واقول له ايه. request server verification. لا اسف، ده هو انا بيقول لي مش قد، انا فاكره عايزني اسمي زون معينه. لا، ده هو عايز اد ذيس ويب، يبقى انا اقول له ضيف الموقع ده، فاقول له www.google.com، فهو هيفهم الموضوع ده لما اقول له اد، لازم اكتب له http HTTP، ماشي، بعدين كولوم، بعدين ماشي، بقول له اد سايز ادد تو ذا زون ماست يوز HTTP. ما انا كاتبه مش عارف، يبدو ان في مشكلة. المهم، قفلنا. انا حطيت اسم جوجل كامل بس عمل مشكلة، مش مهم. افضل ان انا جبت كده كوبي، وقلنا انترنت اوبشنز، وبعدين رحنا للسكيورتي، وقلنا تراستد، وادو ادمن هنا، وقلنا الاوقات مش هيرضى برضو. انا عارف، يبدو ان انا عندي مشكله. المهم اللي المفروض ان هو يقبل، او يمكن انا اكون ناسي حاجه او في حاجه مش عارف، بس المفروض ان هو يقبل لما انا اكتب له الموقع واقول له اسم الموقع واقول له ادي ان هو يضيف الموقع. ريستريكت سايتس يعني مواقع محظوره، مواقع سيئه. انا مثلا اقوم جايب له سايتس هنا، اقوم كاتب له اسم الموقع اللي هو محظور او اللي هو مش كويس، واقول له ضيفه للموقع المشبوه. فالموقع ده لما انا اي حد يجي يخش على الجهاز ما ترضاش، ما تدخلوش على الموقع. خلاص، يبقى ده ايه، تراستد وريستريكتد. الانترنت يعني صفحه الانترنت بشكل عام عادي يعني. خلاص، بعد كده البرايفسي اللي هي درجه الخصوصيه. ممكن ازود درجه الخصوصيه من السلايدر ده، وهنا برضك في سلايدر. من السلايدر ده ممكن اخلي اللي هي حاجه اسمها الايه، السكيورتي ليفل فور ذيس زون. يعني الزون ده او تراستد ده او الانترنت ده، اي واحد فيهم المفروض ان هو له ايه، له درجة سكيورتي معينة، له مستوى أمان معين. فأنا ممكن أرفع مستوى الأمان وأقول له أبلاي، أو أقلل مستوى الأمان وأقول له أبلاي. بس في الغالب أفضل حاجة إن أنا أسيب الحاجات دي وما ألعبش فيها، وأقول له إيه، الحاجات دي سيبها ميديوم زي ما هي. هنا برضك في السيتنجز موظف عشان درجة البرايفسي، يعني درجة الخصوصية بتاعتك، درجة الخصوصية بتاعتك وحماية الخصوصية. بمعنى إن مفيش موقع يقتحم عليك خصوصيتك. يعني إيه يقتحم عليك خصوصيتك؟ يعني ما يحطش مثلا ملفات كوكيز، او ما ياخدش معلومات من على الجهاز، ما يعملش حاجات اللي هي السيرد بارتي كوكيز، يعني ملفات الكوكيز من نوع السيرد بارتي ده. don't have a compact privacy policy.
يعني ملفات الكوكيز اللي هي غير مفضله وغير محبذه بالنسبه لي، او اللي هي من انواع متقدمه قوي، ما تتحطش عندي على الجهاز مثلا. خلاص هاي بلوكس كذا، اقفل كل ده. لو قلت له هاي كمان بلوكس كوكيز ذات دونت هاف ا كومباكت برايفس، كوكيز فروم اول ويب سايتس ويل بي بلوكت. هنا بقى وصلنا للقمه، بلوك اول كوكيز، يعني اي كوكي يجي لي من اي موقع بغض النظر عن انه موثوق بيه، بغض النظر عن انه مش موثوق، بغض النظر عن ان هو سيردي بارتي، سيردي بارت ولا عادي، ولا ظروفه عامله ازاي، اقفله وخلاص. خلاص طبعا المفروض ان انت ما تلعبش في الحاجات دي وتسيبها زي ما هي ديفولت على الميديوم. البوب بلوكر، البوب اب بلوكر، البوب اب بلوكر ازاي بقى؟ يعني ايه بوب اب بلوكر؟ عشان يشتغل بوب اب بلوكر لازم دي يبقى صح. في حاجه اسمها البوب اب ويندو، يعني لما اجي افتح موقع ماشي، وانا بفتح الموقع ده تتفتح لي معاه عده نوافذ انا ما ضغطتش عليها. يعني مثلا لو شفنا موقع زي ايه، زي ايه دي في دي فور عرب، المفروض عرب ان هو كان زمان بيعمل بوب بلوكر، مش عارف دلوقتي بيعمل ولا لا، ان هو قصدي بيعمل بوب ويندو. طب سيبنا من دي في دي، الجياش ممكن يكون برضك بيعمل. مفترض بقى وانا بفتح انا فاتح اتنين هم، لما اجي افتح الدي في دي فور عرب لا شاله، البوب ويندو ديت او البوب اب ويندو، ان انا اقوم وانا بفتحه كده الاقي تلات اربع مواقع تانيين افتحوا معايا، او موقع او اتنين. موقع دي قد تكون مواقع دعايه، قد تكون منتديات زيه ومتفقه معاه ومدياله فلوس على انه اول ما يتفتح الناس تفتح الموقع التاني عشان يزود دخول الناس عليها. خلاص فدي بتضايق بعض الناس، وهي بتضايق جدا لما بفتح لك كذا. يعني انت فاتح صفحه تلاقيهم بقوا خمسه، وانت ما انتش عارف يعني تقعد لسه هتقفل فيهم وانت مشغول او وراك حاجه، فحاجه بتضايق يعني. اهو بوب اب لوكت، يعني كان في بوب اب عرفنا نقفله، وشوف ما عرفوش يقفل واحد تاني. اهو ده بوب اب، ده بوب اب ويندو، نافذه انا مش عايزها، وكمان في واحد نافذه انا مش عايزها اهو زي البوب ده. منتديات انت احلى، ده منتدى اتفتح مع الجياش عشان هما متفقين مع بعض على الموضوع ده، فده بيبقى بيضايق بالنسبه لي. خلاص رغم ان منتدى انت احلى ده منتدى كويس جدا، منتدى كمان اتفتح او موقع كمان اتفتح، قد تكون المواقع دي كويسه وكل حاجه، يعني منتديات انت احلى دي فيها مواضيع وحاجات قيمه جدا. اقفل اهو كمان واحد، كل ده اسمه بوب اب. طبعا هو بيقفل واحد وبيفتح 10. عرب شير ده موقع للشيرنج، موقع رفع الملفات. قد يكون المواقع ديت او الموضوعات ديت انت فتحت موقع اتفتح معاه 10 تانيين اعلانات ودعايه، قد تكون مفيده بالنسبه لك وحلوه وناس تعجب بيها وناس تقول لك كويسه وناس تانيه تتضايق، فهو الموضوع بيرجع للشخص في الاول وفي الاخر. فقلنا ايه ده موضوع البوب، البلوك البوب ابس، يعني اول ما يبقى فيه بوب اب نافذه بتتفتح لوحدها انت حاول تقفلها، احيانا بيعرف احيانا ما بيعرفش. في بعد كده الكونتنت اللي هو المحتوى اللي موجود جوه الصفحه، في حاجه اسمها كونتنت ادفايزر، يعني الخاصيه دي او الاوبشن دي بتخليك تتحكم في المعروض على الشاشه. فانا قلت له انيبل، هيقول لي انت عايز تتحكم في المعروض، في المعروض على البتاع من حيث ايه مثلا؟ اقول له ايه السكس، ان الحاجات اللي فيها درجه اباحيه معينه انا اتحكم فيها. فانا اقول له عندي بقى خمس مستويات، او ليفل 1 ليفل 2، كل واحد بيكتب لك ايه كلوز ذا سيكسوال تاتشينج. خلاص يعني اللمس السيكسوال، اللمس الجنسي الكلوز اللي هو بملابس. خلاص اكسبليكت سيكسوال اكتيفيتي، يعني ايه ليفل 4؟ يعني نشاط جنسي، اي صوره من نشاط الجنسي. خلاص او يعني صوره اكسبليكت، صوره اكسبليكت مش عارف هترجم المعنى بالظبط. المهم فانا بختار الليفل اللي انا عايزه، بفهم من الانجليزي اللي هو بيكتبه لي تحت او من الديسكريبشن الموجود ده، الديسكريبشن ده بيفهمني ايه الموضوع.
لو عايز اجيب مور انفورميشن بضغط هنا على مور انفورميشن، بيفتح لي بيفتح لي السوفت وير الخاص بالموضوع ده والكونسيل او الموضوع اللي بيحمي الموضوع ده، الموقع اللي بيحمي الموضوع ده او الاتفاقيات اللي بتحمي الموضوع ده. المهم فانا بختار الليفل اللي انا عايزه، اقول له ايه ابلاي، بيجي يقول لي ايه، اقول له اجي اقول له اوكي، يقول لي لا ده انت لازم تدخل باسورد وكونفيرم باسورد عشان تتفق نتفق، وفي حاجه اسمها الهنت اللي هي كلمه بتفكرك بالباسورد عشان لو نسيت. خلاص ده لو انت كنت الادمنستريتور او المستخدم الرئيسي او مدير الجهاز، لما بيبقى فيه اكتر من حساب على الجهاز لازم يبقى فيه واحد على الاقل ادمنستريتور، يعني هو المتحكم الاساسي في الجهاز، الباقيين بيتحكموا بس امكانياتهم وخاصهم اقل. في هنا بقى قصة مهمة جدا اللي هي الاوتو كومبليت اللي هي الاستكمال التلقائي. انا دلوقتي كتبت الجياش على المنتدى بتاعي، انا عايز بس افرق من حاجات، هنرجع بس لجوجل. ماشي ماشي، لو انا جيت هنا ورحت للكونتنت في حاجة اسمها الاوتو كومبليت، اول حاجة في حاجة اسمها الويب ادريس، يعني لما بخش على اي موقع الموقع ده بيكملهولي، بمعنى ان انا ضغط اهو، احنا بنتكلم في ايه دلوقتي، بنتكلم في الويب كومبليت، الويب قصدي الاوتو كومبليت بتاع الويب ادريس، يعني وانا بكتب عنوان الموقع هو يساعدني يعني يبدا يكمل، يعني انا بكتب www.g، شوف اول ما قلت له جي فتح لي كام واحد، كل دول تبع جوجل، او طبعا المواقع اللي شبه جوجل ال اي، وكل ما بكتب كل ما عدد النتائج بيقل. خلاص يبقى ده بيساعدني. طب انا فرضا الاوبشن ديت وحشه بالنسبه لي، خلاص اقول له اشيل علامه الصح من قدامها، يبقى دي اول حاجه، ده الويب ادريس. تاني حاجه في حاجه اسمها الفورمز، اللي هي اي مستطيل انا بكتب فيه في النت، اي مستطيل ده اسمه فورم، اي مستطيل اسمه فورم، سواء كنت بكتب فيه بقى كلمه سر، سواء كنت بكتب فيه يوزر نيم، سواء كنت بكتب فيه عشان ابحث، خلاص يعني ايه اسم مستخدم او كلمه مرور او يوزر نيم او باسورد او سيرش، اي حاجه من الحاجات دي. فوانا بكتب ممكن اقول له مثلا، اشوف انا دلوقتي هعملها قدام حضراتكم انترنت اوبشنز، هعلم قدامها صح، اقول له اوكي واقول له اوكي. فانا هكتب دلوقتي الجياش تاني، وبعدين هرجع لجوجل، وبعدين هاجي اكتب ال، طلعت لي الجياش فين؟ لانها سجلت، يعني معنى كده ان هو بيساعدني في استكمال البحث واليوزر نيم والباسورد لو انا علمت على صح. خلاص تالت واحده استكمال اليوزر نيم والباسورد بشكل خاص، يعني الفورمز دي كل الفورمات، انما طبعا اليوزر نيم والباسورد بيعتبروا فورمز برضه، بس هو عامل لها هنا اوبشن لوحده ان انت ما تكتبش اليوزر نيم والباسورد، اول ما تيجي تكتب اول حرف من اسمك يقول لك هو انت اسمك كذا، هو انت الباسورد بتاعتك كذا، تعلم عليهم تضغط، يعني زي ما انا عامل هنا، انا لو جبت الجيميل بتاعي وجيت هنا، اول ما انا هكتب ال هو قال لي انت ليرن اونلاين، هقوم ضغط عليها بالماوس، يوم هو حاطط ايه اليوزر نيم والباسورد لوحده، وداخل كمان على داخل كمان على ال المنتدى بتاعي، قصدي الايميل بتاعي. ماشي نرجع لموضوعنا، نخطب تاني، نرجع لموضوعنا هنا من جوجل. يبقى احنا عرفنا دلوقتي تلات حاجات، ايه هو الويب ادريس اللي هو موجود فينا في الادريس بار، ايه هو الفورم اللي هو السيرش بوكس ده او الحاجات اللي شبهه، اليوزر نيم والباسورد لو انا عايز اسجلهم كمان على الجهاز بحيث ان انا اخلص وما اعملش الموضوع ده. طب لو انا عايز الحاجات اللي انا كتبتها مثلا، انا دلوقتي مسجل على الجهاز الجياش لان انا لسه باعث عليه، طب لو انا قلت له كلير فورمز هيقول لي اوكي، وكمان هقول له اشيل الصح من قدام الفورمز واقول له كلير فورمز، يعني اي كلمه انا اكتبها في السيرش بتاع جوجل او في اي حته ما سجلهاش. شوف انا اول ما اكتب ال، المفروض ان انا لو كتبت ال يوم هو كاتب لي انت عايز الجياش، لا هو هنا مش هيعمل كده، ليه؟ لان انا مسحتها، قلت له كلير فورمز يعني الحاجات اللي مش سايفها عندك احذفها. طب لو انا قلت له كلير باسوردز، الباسوردز اللي موجوده عنده هيحذفها اللي هي مسجله عنده فعليا دلوقتي. خلاص يبقى ديت لو انا عايز من اول حالا
الحاجات الجديدة تسيف او معلم صح قدامك. الحل التاني او الحاجة التانية تحت، الحاجات اللي متسجلة فعليا دلوقتي عايز احذفها، او ما يقول له كلير فورمز وكلير باسوردز. خلاص كويس جدا ان احنا وصلنا لحد هنا. بعد كده كونكشنز ما فيهوش حاجة نقدر نقولها دلوقتي، يعني ايه مؤجل للمستقبل ان شاء الله. بعد كده البروجرامز، البرامج اللي انت بتتعامل معاها في الانترنت اكسبلورر بيتوافق معاها، يعني بيتفق هنعمل ايه. يعني لو انت عندك موقع الاتش تي ام ايدر بتاعك، محرر اتش تي ام، اتش تي ام ال اللي هو احنا بنكتب الصفحات باللغه دي، صفحه بتتعمل ب اتش تي ام، احدى لغات كتابه الصفحات او احدى الطرق، يعني في طرق تانية كتير. المهم فانت عايز يبقى البرنامج بتاعك ايه، بيختار يقول لك تلات حاجات، عايز برنامج كذا ولا كذا ولا كذا، بتختار. تمام، هو افضل برنامج طبعا بالنسبه لمجموعه مايكروسوفت، مايكروسوفت فرونت بيج. تمام، الايميل، البرنامج المتوافق مع الانترنت اكسبلور يبقى ايه، الاوت لوك اكسبريس. النيوز جروبس يعني مجموعات الاخبار، الاوت لوك اكسبريس. مجموعات الاخبار دي مجموعات بتبعت لك رسائل دوريه وحاجات بحيث انك تتفرج عليها وبحيث انك تشوف كل التحديثات اللي بتعملها. الانترنت كول لو انت عايز تعرف انت تعمل ايه، تعمل اتصال تليفوني عن طريق الانترنت من ايه، ببرنامج اسمه النت ميتنج. لما بيجي لينك تضغط عليه بيبقى اللينك ده عباره عن انترنت كول، بتضغط على بيفتح لك برنامج نت ميتنج. في حاجه اسمها الكونتاكت ليست اللي هي عامله زي اجنده التليفونات، اجنده بسجل فيها الاسامي الاشخاص وعناوينهم وارقام تليفوناتهم كل حاجه. فايه البرنامج اللي انا هستخدمه في الكونتاكت ليست؟ برنامج الادريس بوك. هجيب حالا برنامج الادريس بوك من قائمه الصفحات. بعد كده في الادفانسد بيديني شويه اوبشنز كتيره قوي كلها بتساعدني على الموضوع. لو واحد فينا يعني قوي شويه في الانجليزي هيعرف فيهم، هيعرف فيهم حاجات كتير لوحده، يعني هي سهل. يعني مثلا ده اوتوماتيكلي تشيك فور انترنت اكسبلورر ابديتس، يعني تلقائيا ابحث او افحص الانترنت اكسبلورر وشوف فيه تحديثات ليه ولا حاجه، عشان ايه لو نزل حاجه جديده تحدث، تبحث عن الموضوع ده وتعرفني اذا كان في تحديثات نزلت ولا لا. خلاص، فانت حاول تقراهم وتعرف عليهم كده واحده واحده واحده، الى ان نستعرضهم ان شاء الله في حلقه تانية من سنه اولى كمبيوتر. هنروح بس عشان نجيب من ستارت اول بروجرامز الاكسسوارز، او الادريس بوك اللي احنا كنا بنقول عليه ده الادريس بوك. انا عايز اضيف اسم شخص جديد، اقول له نيو وبعدين نيو كونتاكت، هقول له اسمه ايه، اسم الميدل اللي هو اسم الوالد، اسم لاست نيم اللي هو اسم العيله، وبعدين اقول له الايميل بتاعه من هنا واقول له اد، وبعدين هنا الهوم ساكن فين، الستريت، الفون، الرقم البريدي، البيزنس اللي شغال في شركة ايه، السيتي بتاعته، الكونتري، الاي بي فون، خلاص الفون بتاعه، الفاكس، الاوفيس، معلومات شخصية عنده، عنه الاولاد، اولاده مش عارف ايه، بحيث ان ده يبقى مدير كامل عن كل الاشخاص اللي انا اعرفهم. لو انا عايز اضيف اي حد بكل معلوماته اضيف المعلومات دي. تمام، والنيت ميتنج اللي انا بقول عليه السيرفر اللي هو بيستخدم في الموضوع ده، والديجيتال ايديز كمان. خلاص، شكرا لكم على حسن استماعكم، اسف لان انا طولت في الفيديو ده، بس احنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نجمع كل اساسيات الانترنت اكسبلورر في فيديو واحد. في بس في حاجه في الاخر، قائمه هيلب فيها تب اوف توداي احنا قلنا عليها قبل كده، لو انت عايز تقرا النصائح اللي هو بيكتبها لك هنا، بحيث انها تزود معلوماتك في تصفح الانترنت او تحسن ادائك في صفح الانترنت. في حاجه اسمها الاونلاين سبورت، لو ضغطت عليها بيفتح لي سبورت يعني دعم من شركه مايكروسوفت. اهو شوف، انا اول ما بفتح بيقول لي اوبننج بيج، يعني الستاتس بار بيقول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي. انا بفتح السبورت بتاع شركه مايكروسوفت، بلاقي هنا بقى دعم لشركه مايكروسوفت. انا عايز ايه؟ عايزهم يساعدوني ازاي؟ عايز اسال على ايه؟ عايز اعرف ايه؟ في اي حاجه. خلاص، اهو في الاوفيس 2003 ولا في الاوفيس في الويندوز اكس بي، انا ضغطت مثلا ويندوز اكس بي، هشوف بقى عايزهم يساعدوني ازاي ويتعاملوا معايا ازاي. تاني ماشي بالكلام ده. خلاص، من هنا طبعا شوف، انا ممكن اكون عايز ادون ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 فادونه من هنا. لو انا عايز احدث النسخه بتاعتي اخليها سيرفيس باك 3، لو هي مثلا سيرفيس باك 2، لو انا عايز اي حاجه بتاع، قد يكون استفهام او سؤال فشوف الايميل اللي انا هبعت لهم عليه، اي حاجه من الحاجات دي. خلاص،
الكونتنتس واللي هي الاندكس اللي هي ايه، ممكن اقرا من هنا الاقي عندي بقى كتب ومعلومات كتير لو انا عايز اقرا وانا عايز اتعرف على البرنامج وعلى اوبشنز تانية كتير في الانترنت اكسبلور من هنا. لو انا عندي اي سؤال ممكن من السيرش هنا اقوم كاتب الكلمة اللي انا عايز ابحث عليها واقول له ايه ليست توبكس ونشوف. لو عايز اضيف اي واحدة فيهم برضك للفيفورتس، الموضوع ده عجبني قوي فانا عايز اضيفه فيفورتس، اقول له اد هيتضاف هنا للفيفورتس بحيث ان يسهل ان انا بعد كده اجيب الفيفورتس وارجع. شكرا لكم على حسن استماعكم، اسف جدا جدا ان انا طولت عليكم، ارجو ان انا ما كنتش قد اثقلت عليكم في الفيديو، وارجو ان هو يكون مفيد بالنسبة لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.